بلا تيار، لا يمكن إتمام الحوار، ومخرجات الجلسات لا تساوي شيء في سوق الانسداد المزدحم، وهو ما خرج به اجتماع القصر الحكومي. نقاط عامة لا تقترب من الحل، وكيف لها أن تصل لنقطة توافق وهي المنقوصة من أهم عناصر الاختلاف؟ التيار الصدري الذي يتمسك بالشارع ويرفض الجلوس في جلسات تنبعث منها رائحة التوافقية المرفوضة أساساً، فتنتهي كما بدأت بلا حلول. اجتماع روتيني للأسف الشديد لم يتناول الأزمة الحقيقية لهذه الأزمة والانسداد السياسي. لهذا يعني أي اجتماعات من دون أن يكون السيد مقتدى الصدر أو من يمثل السيد مقتدى الصدر في هذه الاجتماعات لن يكتب لها النجاح. عموما يعني هناك الكثير من التحديات والمشاكل التي تواجه العملية السياسية. حتى مبادرة سيد العامري لحد هذه اللحظة لم تأتي بأي يعني تقدم يذكر. أمام أبواب مغلقة يقف رئيس تحالف الفتح هادي العامري بمبادرة قد تفتح باب يفضي إلى الحنانة ويجمعه بزعيم التيار مقتدى الصدر. إن صحت الأنباء فإن العامري قد يحمل معه اسم لمرشح جديد لحكومة انتقالية، مهمتها الأولى وربما الوحيدة هي الإعداد لانتخابات مبكرة لمدة زمنية قد لا تتجاوز العام الواحد. قبل كم يوم كانت هنالك مبادرة للحاج هادي العامري مع بقية المكونات الأخرى، وتتبلور هذه المبادرة على أن يكون هنالك حكومة رئيس وزرائها متفق عليه فيما بين الإطار والتيار، بالإضافة إلى عمر هذه الحكومة سوف يكون سنة مع بعض التعديلات الدستورية. ونعتقد بأن اليوم نهاية هذه الأزمة هو لقاء السيد هادي العامري مع سماحة السيد مقتدى الصدر. أنباء، تكهنات، تحليلات سياسية ومشاهد ترسم بالأقاويل، ولكن الصورة الواقعية الوحيدة هو شارع منتفض وغليان شعبي يراهن به الصدر على أن الإصلاح سينتصر بثورة سلمية لا يزهق فيها نقطة دم واحدة. ضحى عنبر، الرشيد.